طيب دكتور ثقلول، شاهدنا العلماء يتحدثون عن الإعجاز العلمي في الذبح على الطريقة الإسلامية، فماذا تقول حيال هذا الأمر؟ خاصة وإن من يهاجمون الإسلام وكارهين للمسلمين يتحدثون عن وحشية ولكن العلم الحديث أثبت كذب هذه الإدعاءات وأن الإسلام دين الرحمة. طيب يا أخي الكريم، يعني من الأمور المسلمة أن دم الحيوان أو الدم في أي كائن حي هو يحمل نفايات الجسد، ولذلك الذبح شرع أساسا للتخلص من أكبر كمية ممكنة من الدم، للتخلص من أغلب نفايات الجسد حتى يصبح اللحم يعني حلالا صحيا سليما لا يجلب الأمراض لأكله. وطريقة الذبح الإسلامية التي هوجمت كثيرا من أعداء الله، وهوجمت عن جهل فاضح، الحقيقة هم لا يعرفون الحكمة من الذبح. هم يصعقون الحيوان إما بالصاعق الكهربي أو يخنقونه، يدخلونه في غرفة للغاز فيخنقونه بالكامل، أو بالطرق، يعني كتلة ضخمة من الحديد في نهاية إبرة يعني تخترق المخ، وعلى ما يصل الحيوان للذبح يكون قد مات فعلا. فغالبية الغربيين الذين يأكلون يعني ذبائح ذبحت بطرائقهم هم يأكلون لحما ميتا، وأضرار ذلك معروفة ومسلم بها. طريقة الذبح الإسلامية، أولا لابد أن يريح الحيوان، وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي بذلك، أن يريح ذبيحته وأن يحد شفرته حتى لا يؤذي الحيوان، ثم يقطع الأوداج فقط، يعني لا يفصل الرأس عن البدن، يقطع الأوداج فتفيض أغلب كميات الدم الموجودة في جسم الحيوان. ومن الغريب أنه ثبت بالتجربة أن الحيوان إذا ذبح بالطريقة الشرعية لا يتصفى دمه تصفية كاملة إلا إذا سمع ذكر الله، بسم الله الله أكبر. والإخوة في سوريا التي ندعو الله تعالى أن يعني يحقن دماء إخواننا أخواتنا فيها، قاموا بتجربة رائعة، أنهم أتوا بخروفين ذبحوا أحدهما بالذبح الغربي والآخر بالذبح الشرعي، ودرست لحومهما يعني تحت المجهر، وتبين بشكل واضح للغاية الفرق بين طهارة اللحم الذي ذبح صاحبه بالطريقة الشرعية وكون اللحم الذي ذبح بالطريقة الغربية، الصعق أو الطرق أو الخنق، كل هذه مليئة بالدماء ومليئة بما تحمله هذه الدماء من مسببات الأمراض. وذبح خروفين آخرين بنفس الطريقة الشرعية الإسلامية وسمي على أحدهما ولم يسمى على الآخر، فلاحظ الدارسون، وكان فريق كبير من الأطباء البشريين والبيطريين وعلماء الخلية وبعض الصيادلة، لاحظوا أن الحيوان عندما يسمع يعني كلمة التوحيد بسم الله يا الله أكبر ينتفض انتفاضة هائلة تطرد غالبية ما كان في عروقه وشرايينه من الدماء. فبدأ الغرب الآن يدرك ويعترف كثير من علمائه بأن طريقة الذبح الإسلامية التي هوجمت كثيرا بأنها وحشية وقصب على الحيوان إلى غير ذلك هي أرق وأفضل وأطهر طريقة للذبح الشرعي. نعم صحيح، حتى إنه يا دكتور زغلول كانوا بيتكلموا إنه هو رحمة بالحيوان، الطريقة دي هي بالفعل الأرحم عليه، بينه الطرق الأخرى تتسبب له في ألم شديد، وإنه العلماء أثبتوا هذا الأمر بدون شك. يعني بتحط حيوان في غرفة غاز خانق، يعني الآلام التي يمر بها والتشنجات التي تحدث في جسده فوق الوصف، عندما تسقط إبرة حادة يعني في ثقل يعني من المعدن تخترق مخه، يعني يشعر بآلام شديدة للغاية. الحقيقة طريقة الذبح الغربية هي قمة القسوة مع الحيوان، بينما طريقة الذبح الإسلامية هي قمة الرحمة والشفقة به. طب سيدنا رسول الله يوصي بوصيات كثيرة، يعني
عدم إشعار الحيوان، لا تذبح حيوان أمام حيوان، لا تحد شفرتك أمام الحيوان، لابد أن تكون خبي السكين حتى لا تبدأ في عملية الذبح وهكذا. طيب حضرتك ذكرت أمر هام وهي الأذكار التي تقال وقت الذبح، ما هي يا دكتور؟ بسم الله الله أكبر. نعم يعني ضروري بسم الله الله أكبر. نعم.